السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا انا الماستر احمد انديام، معالج بالتنويم المغناطيسي. في هذا الفيديو غادي ندوي على الجلسات ديال الليبنوثيرابي ديال العلاج بالتنويم المغناطيسي، فين غادي نديروهم؟ في مدينه مكناس. اولا الجلسات غادي نديروهم يوم الاثنين ان شاء الله. غادي نبداو الجلسات ديالنا في مدينه مكناس يوم الاثنين، ماشي الثلاثاء ولا الاربعاء الخميس، بل يوم الاثنين فقط. ومن بعد عاوتاني عاد كنوجدو عاوتاني نهار عاوتاني اللي كنديرو فيه جلسات. فحاليا الجلسات غيكونوا يوم الاثنين قادم ان شاء الله. ثاني حاجه هو البلاصه اللي غنديرو فيها الجلسه ديال الليبنوثيرابي، فهي كاينه في حمريه دا هوتيل نيس، كذلك في مين كونسول هوتيل نيس قريب ليه كاين مركز نابلس. البلاصه ديال المركز او الشخص المكلف بالمركز واللي غادي يتكلف غيتواصل معكم الى اخره ويحجز المقاعد ديال الجلسات ديالكم، راه تواصلوا معنا في الواتساب غنعطيكم النيميرو ديالو باش هو من غتوصلوا لهوتيل نيس ديريكتومون غيوريكم للمركز باش تدخلوا للمركز وتسناو تما الجلسات ديالو. هذه من ناحيه. من الناحيه الثانيه اللي بغى يدير الجلسات ديال الليبنوثيرابي فحاجه واضحه، كتمشي كتخلص البري ديال الجلسه ديالك باش هو كيحجز لك الساعه، لان حنا الجلسه عندنا كتكون فيها ساعه ديال المكانه ديال الليبنوثيرابي. هكا غتمشي نتايا غتحجز الجلسه ديالك الساعه ديالك باش ما تبقاش تسنى نتايا. يعني يقدروا يكونوا ناس جايين غيديروا الجلسه ديالهم مثلا مع 8 الصباح، 9 الصباح، 10 الصباح، 11، عاوتاني مع الوحده، الجوج، وتجي انت مثلا وغتخلص مثلا وتلقى الناس مثلا كيتسناو بزاف وتبقى نهار كامل. خلص من قبل وهو غادي يعطيك الساعه ديالك اللي غتجي فيها نيشان دير الجلسه ديالك. هذه من ناحيه يا اخوان. من ناحيه اخرى شنو غدير انت في هذه الجلسه؟ هذه الجلسه هذه كتكون فيها جلسه ديال الاستشاره باش كنعرفوا المشكل ديالك بالضبط، كذلك كتكون جلسه ديال كوتشين باش من بعد ملي كنديروا الجلسه هذا المشكل ده ما كيبقاش يولي يرجع لك، كذلك كنديروا جلسه ديال ليبنوز ديال التنويم المغناطيسي. اما واش غير حصه وحده كافيه؟ الاغلبيه ديال الناس كتكون حصه عندهم كافيه، ولكن اللي بغى يزيد مثلا في العلاج ويزيد مثلا في الثقه في النفس ويزيد مثلا داك الشيء ما يبقاش فيه ويزيد 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 من داك الشيء اللي باغي يوصل له ممكن يولي يزيد ديال الحصه، ما كاينش مشكل. هذه من ناحيه، كذلك من ناحيه اخرى الناس غيجيو يسولوا يقول لك شنو غتعالجوا في هذه الجلسات هذو. انا غنوضح لكم الجلسه ديال الليبنوثيرابي، حنا كنعالجوا جميع المشاكل النفسيه والامراض النفسيه. اي مشكل نفسي كنعالجوه بالليبنوثيرابي، واي مرض نفسي كنعالجوه بالليبنوثيرابي. اي حاجه غيجي وحدين غيقول لك لا حنا بغيناك تقولهم لنا كلهم. كاين 40 تقريبا حاليا، حاليا 40 تقريبا اللي حنا حاطينهم في السيت ويب ديالنا، الرابط غتلقاوه في اسفل الفيديو. غتدخلوا داك الرابط غتدخلوا وغتلقى واحد لاليست كبيره ديال شنو كنعالجوا حنا بالليبنوثيرابي. كاين عدد هائل، لان اي مشكل عندك واي مرض نفسي عندك غادي تعالج بالليبنوثيرابي. بغيتي تعالج وبغيتي تخرج من داك المشكل ديالك، بغيتي تحيد من الادمان، بغيتي تنقص من الوزن، بغيتي تزيد الثقه في النفس عندك، بغيتي تحيد الوسواس، اي حاجه بغيتي توصل ليها غتوصل ليها مع الجلسات ديالنا حنايا. نهار ديال الاثنين ان شاء الله مرحبا بكم في السونتر ديال مركز نابلس، وديك الساعه اجيو ديروا الجلسه ديالكم. حيت شي مسألة شي استفسار تواصلوا معنا على الخاص. العرض محدود، الجلسه لو بري ديال الجلسه فهو الثمن الاصلي ديالو هو 1000 درهم، فيه كل شيء كما قلنا استشاره نفسيه وجلسه ديال الكوتشين وجلسه ديال الليبنوز. حاليا دايرين له غير 200 درهم، عرض محدود. اجيو ديروا الجلسه ديالكم باش تغيروا حياتكم وتشوفوا الحياه بواحد المنظور زوين وتحققوا اي حاجه بغيتوا توصلوا ليها. يلا تحياتي والسلام عليكم.